طيب سلطه مشويه انا احتاج حبتين فليفله حلوه، فلفل اخضر حار، حبتين بندوره، حبه بصل، حبه جزر، كوب زيت زيتون، معلقه كبيره بهارات مدخنه، ملح وفلفل حسب الرغبه. إن الأغذية اللي بتعزز وبتقوي جهاز المناعة عندنا الفلفل الأحمر والألوان تبعت الفلفل بس الحلو. مش نزعلك يعني اليوم ما زعلني، جاب طيب كل شوف الألوان. هلا إحنا اخترنا، تقدر تختار الألوان اللي بتحبوها. فأنا جبت أربع ألوان، جبت الحمراء الخضراء الصفراء والبرتقالية مع الجزر، واستعملنا كمان هنا البندورة الكرزية. حلو أوكي تمام. هلا هدول رح تحطهم بالفرن. بس هلا بدنا شوي نحط عليهم شويه زيت. خلينا نجيب المعلقه. يعني هم الناس دائما متعودين بقول لك انه السلطات وزهقنا السلطات وبدنا نصفي انه مع كل وجبه عم ناخذ سلطه او ناخذ خضره. فاليوم الشيف غير لنا شوي بالوصفه بالضبط. هلا شوف اضاف انه عملها انها مشويه 100%. والسلطات كمان مش بس فكرتها انه اشي بارد دائما بارد. صح. بارد لا، ممكن ناخذ سلطات سخنه. هاي طبعا عندي انا هون مني اللي هي بحب انا الطعم المدخن السموك. فهاي بهارات مدخنه تعطينا طعم مدخن كتير زاكي بالاكل. طيب